حميد يحيى، رئيس المغربي الإعلامي والرياضيين. اليوم قافلة الوطنية رياضة بدون منشطات التي تنظم الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات تحط الرحال في مدينة مكناس وجهة فاس مكناس. بدأت اليوم من مدينة مكناس وبدأت تكون في مدينة تازة واليوم الخميس في مدينة إفران. هذه القافلة هي في محطتها التاسعة، يعني تجوب 12 جهة. انطلقت في يونيو 2023 من مدينة العيون ودازت الجهات الداخلة، الرشيدية، بالميم، أكادير، ماسة، جهة مراكش أسفي، جهة الدار البيضاء، جهة بن ملان. اليوم كما قلت أن اليوم في مكناس والحمد لله كان واحد التجاوب، كان واحد الحضور، خصوصا التلاميذ والفئات الصغرى في بعض الرياضات اللي حضروا. هذا الفئة المستهدفة اكيد انهم خرجوا بواحد النسبه من الفهم والوعي ديال الاستعمال هذه الافه اللي هي خطيره، هي المنشطات، لان اغلبيه ما تعرفوش ما بين الادويه والمنشطات وكذلك الغذاءات ولا سميت ادويه التكميليه، يعني هذا الشيء ولا الفيتامينات التي ياخذوها راه مضره بالصحه، الصحه البدنيه والعقليه كذلك، لان الوليد ولا هذا الرياضي ولا الشاب الرياضي اللي تياخذ منشطات باش ينمي العضلات ديالو باش يحقق واحد المستوى في التباري ديالو، ما تعرفش بان هذوك الادويه ولا هذوك المكملات الغذائيه راه هي ضاره للصحه، لان واحد تؤدي به الفشل الكلوي او سكته قلبيه او العقم مدى الحياه، يعني يقدروا منين يتزوج يكبر ما يقدر يولي عنده عجز جنسي او ما يوليش عنده اولاد، اولاد زاد عنده اولاد او يزادوا معاقين. هذا كما قلت هذا اللقاء كان لقاء مثمر، وكان واحد التجاوب ديال القاعه مع خبراء اللي تدخلوا على راسهم الرئيسه الدكتوره فاطمه بو علي. وكذلك تنشكروا الإعلام اللي حضر بواحد الكثافة وكثافة جدا، لأن دور الإعلام في نشر التوعية وكذلك تثقيف الرياضيين دور مهم جدا، وأنا كإعلامي أشكر زملائي الذي حضروا ونتمنى لكم حظ موفق و شكرا. بطبيعة الحال عرف هذا اللقاء ثقافة الاعتراف اللي تم تكريم الرئيسة وكذلك رئيس الفرع المغربية للإعلام الرياضي حول هذا الموضوع. السلام عليكم، الدكتورة أبو علي فاطمة رئيسة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات. اليوم تم إطلاق المرحلة التاسعة من القافلة الوطنية رياضة بدون المنشطات التي تنظمها الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة. كما كتعرفوا بأن الوكالة المغربية كانت جلت لحد الآن 8 وهذه التاسعة من الجهات اللي هي كتمر بها القافلة، والحمد لله كان تنلمسوا واحد التجاوب كبير في جميع الجهات اللي تزناه. واليوم في مدينة مكناس كان واحد التجاوب مع القافلة فيما يخص يعني الوصول للأهداف ديالها اللي هي بالدرجة الأولى يعني المساهمة في الحفاظ على الصحة العامة، وذلك من عبر تحسيس بمخاطر المكونين المواد المنشطة بصفة عامة بالمواد المحسنة للأداء التي تسمى هي مكملات غذائية أو لا مكملة للأداء التي تتواجد بأسواقنا بصفة مهولة، وبعض المرات ما كنعرفوش حتى يعني منين كتجي أو شنو هي المكونات ديالها. لهذا الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات هي منكبة على دراسة هذه المواد حتى نقف على يعني مكوناتها، وكذلك لو كان بالإمكان يعني نوريو بأنها المواد اللي تقدر تكون خطر على صحة الشباب. شكرا. المغربي الإعلامي ديالو كرمته في رمضان السابق، وهذاك التكريم كان عنده كما قال كان عنده واحد الجرعة اللي عطاته واحد الحيوية ورجع للنشاط ديالو إلى أن وفاته المالية أمس. اليوم تنكرموا الدكتورة أبو علي. الدكتورة أبو علي هاد التكريم ما جاش هكاك اعتباطي، لأن هي
كانت رئيسة قسم الطب الرياضي في وزارة الشباب والرياضة، وقامت بواحد المجهودات كبيرة وكانت مناضلة في هذه المكافحة المنشطات، وهي قبل ما تكون رئيسة ديال الوكالة المغربية للمنشطات اللي تحدثت هذه 3 سنين، كانت هي الرئيسة ديال منظمة مكافحة المنشطات في شمال إفريقيا، وهذا تدل على أن السيدة ملمة بهذا الشأن، وهي كما نقول الرئيسة المناسبة في المكان المناسب. شكرا. بروفيسور مولاي حمد بن إمام، كاتب العام للوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، تتواجد اليوم في مدينة تونس في إطار القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله. واليوم حنايا في المحطة التاسعة للقافلة، بحيث هذه القافلة عرفت الانطلاقة ديالها من مدينة العيون يوم 23 يونيو 2023، واليوم التواجد ديالنا في مكناس نتسنى واحد التفاعل وتفاعل كبير وتجاوب كبير مع الناس، بحيث كانوا حاضرين معنا واحد العدد من الفاعلين الجمعويين، واحد العدد من المؤثرين الرياضيين، وبعض المسؤولين اللي كانوا معنا. والهدف من هذه القافلة هو نوصلوا لهذ الناس هادو ولهاد الوليدات اللي كانوا حاضرين معنا واللي تنشكرهم على الحضور معنا، بان استعمال منشطات او استعمال المواد اللي كتحسن من الاداء هي واحد الآفة اللي ولات كبيرة واللي كتهدد المجتمع ديالنا واللي كتهدد هاد الوليدات ديالنا، لأنها عندها واحد الضرر كبير وكبير بزاف بالصحة، بحيث هاد الوليدات اللي تيجيو في نصف اللاج ديال 30 عام حتى تيلقاو راسهم منخورين من الداخل، تيلقاو راسهم تيعانيو واحد العصور في الكيلي، تيعانيو واحد المرض ديال الكبد، تيعانيو واحد المشاكل في القلب ديالهم، باش يوليو هاد الوليدات هادو هما اللي غادي نشوف المجتمع ديالنا تيوليو آفة على تيوليو ثقل على المجتمع. وهذا هو الهدف من القافلة، وبيان سور ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نربطوا العلاقات ديالنا اليوم مع هاد الناس اللي كانوا معنا، باش نرجعوا برامج مكتفى في هاد الجهه ديال فاس مكناس. وغادي تواصل القافله ان شاء الله الرحمن الرحيم، باش غدي ان شاء الله غادي تكون تتواجد في مدينه تازه، وبعد غدي ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نكونوا مدينه اكران اللي معروفه الاتليتيزم. وهذا هدف من الاهداف ديال القافله هذه، اننا نوعيو هاد الناس هادو بخطوره ديال استعمال ديال هاد المواد هادي على الصحه. شكرا. برئاسة السكاش أخفر شايبي وزمين أحداث بالغول دفصورة سكارية تفردين لهذه طبعة تاريخية. شكرا للجميع، صورة سكارية لكل حاضرين. ثم باسم الوكالة الأستاذة الدكتورة ستسلم كذلك هدية للمريض العلاج الرياضي نفع الكريم في إطار سلام الدفع الهدايا بين نفع والوكالة. فشكرا للجميع، ونظر موعدا في ساعة أخرى ديال غير الصور. خويا خويا واش انا يعني الروابط اللي يقدروا يديروا اللي يقدروا يديروا هذا اساس
إذا ما استلزم هذا المحضر عندها أطلق أعراض وطريقات تواصل مع جميع الفئات المجتمعية التي هي ضد الرابطة الوطنية. ونحن اليوم فاسدين ولكن كيف الموضوع الاتصال هذا؟ أما اليوم مش كان الوطن اليوم معرض ربط الاتصال في المدينة والولايات والولايات الأخرين باش يكونوا يشتغلوا على الأسئلة والأسئلة إن شاء الله. إذا إن شاء الله سمع الرسول الخير هذا هدف وبتوفيق يعني في وحدة من المملكة. أنا مرة أشار أسمع جميع المسلمين وجميع الناس يمكن نشتغل معهم وإحنا نقول على المرور ديال الجهة الأخرى أي جهة قلنا بها ديما عندنا شراكة مشتركة عندنا الشراكة القضية اللي كانت صعبة في النهار الأستاذ اللي كانت تهدرس في حركة وكان هي ليها على 14 سنة لأنها لما كتبها عاصفة وتصل أمهات كاملين اللي هما حقيا واليوم حنا كنهضرو على هاد الناس راهم إلا كنا كاملين إذا كانت عصبية كيسالو الأستاذ شنو طريقة القضية الطرف؟ ما عنديش قضية الطرف كيجي واحد الأستاذ اللي بعد كده الأستاذ يقول أنا عرس الوظيفة المحلية زوج مدخل وسن يمكن أنا ما عنديش قضية لأنه السلطة المحلية كتعطي ترخيص لفتح مجال رياضي يكون فيه يعني الظروف الملائمة للمسابقة الرياضية ضعيفة. شنو هو المشكل ديالهم؟ هما أنهم في القاعة الرياضية كيتحولوا يعني المحلات اللي بيع واش عندهم ترخيص باش يبيعوا لنا هذا الضغط السلطة المحلية لأنهم ما عندهمش رخص بيع ما عندهمش احتمال. كان في اليوم خاص بيع عند الناس اللي كيبيعوا في الماركت مباشرة في السوق هذوك حنا ما عندناش قانون اللي كيبيعوا دابا في اليوم يبيعوا ولكن على الأقل هذه القاعة الرياضية ما عندهمش الرخصة ديال محلات بيع في السوشيال ما عندهمش رخصة بيع مازالش من غير لا سلطة المحلية ولكن تتبقى مسؤولية المحلية ما عندوش تقول لي أنا نسبة غلط لأنه السلطة المحلية كتعطي رخصة لأن فيهم المسائل الخاصة إذا بديش يبيع من بعد ولكن تسألوا عليه كما تنظر في قصة خير الموضوع. بالنسبة للأستاذة اللغة العربية تفضلت عليها أنا ما كنتش نجاوب باللغة العربية لأن سبق لنا أن تخبر ذلك أخوي من الناحية هذه. هو الخانون اللي ممكن يكون في المنشآت وكيف قال اللي هو 97 القانون تم تعديله وتحييده بالقانون 16 29